وينضم إلينا من القدس المحتلة دكتور علي الأعور أستاذ النزاعات الإقليمية والدولية. حياك الله دكتور علي. إذا أردنا الحديث الآن بعيدا عن المشاعر، طبعا القرار الذي صدر اليوم لم يكن قرار وقف إطلاق النار على الجانب الفلسطيني المتضرر منذ 7 أكتوبر حتى اليوم، 25,000 شهيد ولازالت الأعداد تتصاعد. ولكن بعيدا عن المشاعر، وأنت حضرتك أستاذ النزاعات الإقليمية والدولية، محكمة العدل الدولية هي مختصة في نزاعات الدول، هل بتقديرك لم تصدر قرار وقف إطلاق النار؟ لأن قرار وقف إطلاق النار يجب أن يصدر على الدولتين، وهي لا تعتبر هنا حماس دولة. هل هذا ربما سبب من الأسباب أنها لم تصدر هذا القرار، أم كانت هناك ضغوط دولية على هذه المحكمة؟ نعم، تحياتي لك وتحياتي للسادة المشاهدين. بالتأكيد مرة أخرى بعيدا عن العاطفة، ولكن دعيني أولا أن أقدم للمشاهدين الكرام الموقف الإسرائيلي وردود الفعل الإسرائيلية على قرار المحكمة قبل أن أدخل في تفاصيل القرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية. إسرائيل وعلى لسان مسؤولين سياسيين رحبوا بالقرار وقالوا أن هذا القرار جيد ولصالح إسرائيل. أما رئيس وفد إسرائيل ورئيس الفريق القانوني الإسرائيلي لمحكمة العدل الدولية أهارون باراك فقال إن القرار يختلف كلياً عما طالبت به جنوب أفريقيا. أنا بتقديري أن هذه الردود الفعل الإسرائيلية وخاصة من أهارون باراك هو لخص القرار، وبالتالي أعطى جواب واضح بأن القرار بعيد كل البعد عن ما طالبت به جنوب أفريقيا. ولكن أعود إلى سؤالك الكريم، هل فعلا محكمة العدل الدولية قد قدمت قرار مختص بهيئتها ووظيفتها القانونية؟ أنا بتقديري محكمة العدل الدولية هي مؤسسة قانونية، إحدى مؤسسات الأمم المتحدة، وكان بإمكانها مرة أخرى بعيدا عن العاطفة أن تختص بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة زمن الحرب، والشواهد والأدلة التي قدمت كانت واضحة تماما، خاصة فيما يتعلق بنزوح المدنيين وقتل أكثر من 26,000 شهيد وتدمير أكثر من 70% من غزة. ولكن أيضا إسرائيل كانت لها حجة أخرى بأنها كانت تقول بأنها كانت تدافع عن نفسها. ولكن أنا بتقديري أن محكمة العدل الدولية قد تعرضت إلى ضغوط واضحة جدا، على اعتبار أنه القرار حتى لم يتطرق إلى ما يجري في قطاع غزة، حتى وإن كان قرارها يجب أن يكون باتجاه دولتين وحركة حماس لا تمثل دولة. أنا بتقديري الأمور كانت تتعلق بهناك ربما مجازر، أو هل إسرائيل ارتكبت جريمة حرب أم لا، وإلى أي درجة ارتكبت جرائم الحرب. كل هذه الأسئلة ربما يتم مناقشتها من خلال نتحدث عن 17 قاضي في محكمة العدل الدولية. ولكن أنا بتقديري أن القرار بالنهاية صدر، هذا القرار صدر من محكمة العدل الدولية، وإن كانت ليست لها علاقة بإذا كان هناك دولتين أو لا، القرار صدر وكان القرار واضحا تماما بأنه لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار، ولم تطلب من ولم يتم إدانة إسرائيل. وأنا أعتقد أن إدانة إسرائيل هذا يحتاج إلى الكثير من النقاشات ويحتاج إلى فترة طويلة جدا، وليس من السهل إدانة دولة بارتكاب جرائم حرب أو ارتكاب إبادة جماعية. وبالتالي هل كانت هناك مساومات سياسية على هذه المحكمة لكي لا تقرر وقف إطلاق النار؟ يعني أنا بتقديري كأستاذ للنزاعات الإقليمية والدولية، أنا بعتقد أن القرار مرة أخرى كان لصالح إسرائيل. على أقل شيء لم يطلب بوقف إطلاق النار، ولا أريد أن أبالغ أكثر من ذلك وأقول أن القرار منح إسرائيل شرعية في استمرار الحرب أو شرعية في بدء الحرب وما إلى ذلك، ولكن بكل موضوعية فعلا أن القرار كان ظالم ولم ينصف الشعب الفلسطيني ولم ينصف أهل غزة الذين كانوا ينتظرون لحظة بلحظة وقف إطلاق النار. صحيح. ماذا جاء بالقرار؟ المساعدات. أنا بتقديري أقسم لك كباحث وبشكل موضوعي أن ما تقدم به غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 2023
عندما طالب بمساعدات إنسانية عاجلة عبر معبر رفح وهو واقف في معبر رفح، صحيح، كان أقوى بكثير من قرار محكمة العدل الدولية. وما صرح به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل يومين عندما قال بأن معبر رفح مفتوح يوميا على مدار 24 ساعة وأسبوعيا وعلى مدار الشهر، وأن الإجراءات الإسرائيلية هي تعطل المساعدات الإنسانية. إذا ماذا جاءت فعلا، يعني بكل حقيقة وبكل موضوعية، بماذا جاءت محكمة العدل الدولية؟ قرار محكمة العدل الدولية منح الشرعية لإسرائيل باستمرار القتال والحرب على سكان وأهلنا في قطاع غزة. وأنا بتقديري كما جاء في الإعلام الإسرائيلي أن القرار كان جيد ولصالح إسرائيل ولم ينصف أهلنا في قطاع غزة. هل يمكن اعتبار هذا القرار منصف فقط لإسرائيل أو هو انتصار لإسرائيل وليس انتصارا للفلسطينيين دكتور علي، إذا كانت محكمة العدل الدولية قبلت هذه الدعوة لأن لها أساس قانوني تستند عليه وتم تصويت من قبل 15 قاضيا مقابل 2 فقط لم يصوتوا على كل القرارات الستة أو الإجراءات الستة قبلت ما عدا قرارين، ما عدا طبعا قرار وقف إطلاق النار، فبالتالي أليس هذا دعنا نقول انتصارا ولو معنويا يعني بالنسبة الجانب الفلسطيني؟ لأن بتقديري نحن في قلب الحدث ونعيش الحدث، والصور والفيديوهات والمشاهد أمام العالم لحظة بلحظة. وبالتالي عندما يصدر قرار من محكمة العدل الدولية أكبر مؤسسة قانونية كانت وهي مختصة بالقانون الدولي، وهي التي أنشأت من أجل وقف التطهير العرقي ووقف المذابح ووقف المجازر ووقف الإبادة الجمعية في أي مكان في العالم يتعرض له شعب، أنا بتقديري أن القرار هو انتصار لإسرائيل بشكل واضح ولا أخشى لومة لائم. القرار هو انتصار لإسرائيل وقرار ظالم بحق الشعب الفلسطيني لأنه تجاهل كل الحقائق على الأرض. يعني عندما يتم انتشال الأطفال بجثث محروقة من تحت الكتل الإسمنتية ومن تحت الركام ومن تحت الأبراج السكنية، يعني 17 قاضي ما شافوا هاي الفيديوهات، ويأتيني أيضا رغم ذلك ويأتيني محللين فلسطينيين يعتبروا نفسهم محللين سياسيين ويرحبوا بالقرار وبيطلعوا على الفضائيات العربية والأجنبية وبرحبوا بالقرار كأنهم ناطقين باسم الشعب الفلسطيني. لا يا أخي، أنت مش ناطق باسم الشعب الفلسطيني، رحب على كيفك. إذا أنت خايف من المنظمات الـ NGOs تقطع عنك الدعم والمعونة ما تحكي باسم الشعب الفلسطيني. صدقا أختي الكريمة أنا أقولها وأنا أتألم وأشعر بالألم، وأنا أعرف جيدا أهلنا في قطاع غزة بماذا يشعرون. هذا قرار انتصار لإسرائيل ويمنح الشرعية لإسرائيل باستمرار القتال. وأنا أعتقد جازما بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أوصلت محكمة العدل الدولية إلى هذا المستوى لكي تتخذ هذا القرار قرار فارغ من محتواه، قرار إلى أرشيف التاريخ ولا مكان له غير ذلك. طبعا نشاطركم هذا الألم دكتور علي، فبالتالي هل يمكن القول اليوم أن أرفع مرجعية دولية للعدالة الدولية لم تنصف الشعب الفلسطيني، فما الذي بقي؟ هل يمكن الحديث بعد هذا عن العدل في العالم؟ أختي الكريمة دعينا نعود إلى غزة ولنترك لهاي إلى أمريكا وإلى إسرائيل وإلى دول الاتحاد الأوروبي، هذه الدول التي تعودنا على نفاقها وهي دول منافقة وكذابة. بعد يعني دخلنا في الشهر الرابع نتحدث عن اليوم 12 بعد المئة ولا أحد ينصف الشعب الفلسطيني على الأقل بوقف إطلاق النار. يعني بدناش الدين إسرائيل، ما بدنا تعمل إدانة لإسرائيل، لأني أنا أعلم جيدا كأستاذ وخبير في الشؤون الإسرائيلية وأستاذ للنزاعات الإقليمية والدولية لا يمكن إدانة إسرائيل بهذه السهولة. ولذلك كما تحدثت يدعوت أحرنوت وكتبت يدعوت أحرنوت قبل ساعة، قالت يدعوت أحرنوت أن هذه النقاشات سوف تستمر لسنوات وبعد ذلك يتم إغلاق الملف ورفض الدعوة نهائيا. إذا دعوت أحرنوت بتحكي هذا الحكي. ولكن أعود إلى سؤالك الكريم، على ماذا نعول؟ اتركينا من لاهاي ومحكمة العدل الدولية، دعينا نعود إلى غزة والمعطيات على الأرض للتو. كتائب القسام أعلنت بأنها أوقعت في كمين بين قتيل وجريح أكثر من 10 جنود إسرائيليين بين جندي وضابط. إذن هناك ورقة أخرى وهي الشارع الإسرائيلي
أيضا الشارع الإسرائيلي يمثل ضغط كبير على نتنياهو الذي يأخذ بقرار الحرب وقرار استمرار الحرب. وأنا سمعت وقرأت ما صرح به اليوم بعد قرار محكمة العدل الدولية، رغم كل الإيجابيات لصالح إسرائيل وانتصارا لإسرائيل، إلا أنه نتنياهو يريد حتى رفض الدعوة، يعني يريد أن المحكمة تمسك الدعوة وتكبها بعد إذنك يعني في 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 قمة. إذا نتحدث عن حتى مواقف، يعني رغم أن القرار منصف لإسرائيل وانتصار لإسرائيل ويمنح إسرائيل الشرعية في استمرار القتال والإبادة الجماعية بحق شعبنا، يأتي نتنياهو يقول نعم لخيار الحرب والخيار العسكري. ولكن أنا بتقديري أن المعطيات على الأرض في قطاع غزة وأن الكلمة للميدان والشارع الإسرائيلي سوف يشكل فارق كبير في إجبار نتنياهو على وقف الحرب. أنا أعلم جيدا بقراءة متأنية بأن الشارع الإسرائيلي الآن وهناك قيادات أمنية وهناك قيادات سياسية ومن النخب الأكاديمية في إسرائيل تطالب بوقف الحرب، لأن نتنياهو لم يعد لديه أهداف يقاتل من أجلها، ولم يعد هناك أي هدف له في غزة، ولكن ولم يحقق. سمحني على المقاطعة دكتور علي، هل يمكن اعتبار أن الشارع الإسرائيلي اليوم على قلب رجل واحد في وقف إطلاق النار؟ لأن ما نسمعه من الداخل الإسرائيلي لا، أعيدوا إلينا الأسرى ثم بعد ذلك واصلوا هذه الحرب. هناك ربما نوع من التوافق في الداخل الإسرائيلي على مواصلة هذا الحرب والقضاء على حماس. نعم نعم، أتفق معك وأتفق مع كل الإعلام الإسرائيلي الذي يروج لذلك، ولكن أنا أتحدث عن بداية تشكل رأي عام في إسرائيل. ولكن من القيادات الأمنية عندما يتحدث آيزنكوت ويقول بأن صفقة تبادل أسرى مهما كان الثمن، وبالتالي الشرط حماس موجود وقف إطلاق النار، عندما يتحدث أيضا بيني غانتس ويقول أن إعادة الأسرى الإسرائيليين هي مصدر قوة للمجتمع الإسرائيلي ويجب إعادتهم من أجل الحياة الكريمة والازدهار والتنمية ويشاركوا في المجتمع الإسرائيلي، إذا هو يقبل بوقف إطلاق النار. عندما يأتي لبيد ويقول قضية الأسرى على رأس أولوياتنا ويجب عقد صفقة تبادل الأسرى مهما كان الثمن وإن كانت التنازلات مؤلمة، إذا هو يدعم بوقف الحرب. أنا لا أتحدث عن المجتمع الإسرائيلي، نعم المجتمع الإسرائيلي ممكن 70% من المجتمع الإسرائيلي الآن يطالب الاستمرار في الحرب والقضاء على حماس، لكن يا جماعة 4 أشهر لم يتمكن نتنياهو من القضاء على حماس، لم يتمكن من القضاء على قدراتها العسكرية. إذا وول ستريت جورنال الأمريكية تقول أن حماس لديها أسلحة تكفيها لمدة سنة لقتال الجيش الإسرائيلي، هيئة البث الإسرائيلية قناة كان التلفزيون الرسمي الإسرائيلي يقول بأن حركة حماس لديها أسلحة تمكنها من القتال لعدة شهور. يا جماعة المجتمع الإسرائيلي لا يستطيع أن يحتمل الحرب، الظروف الاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل هناك تغيير كامل في المجتمع الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر، وبالتالي نحن نتحدث عن خسائر معنوية ومادية وبشرية واقتصادية في المجتمع الإسرائيلي. نعم لم تخرج مظاهرات لكي تطالب بوقف الحرب على غزة، ولكن أنا أعلم جيدا ما مدى تأثير تلك الخسائر البشرية والمادية والمعنوية والاقتصادية والسياسية على إسرائيل في حرب أكتوبر والسابع من أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر والحرب على غزة. وكل التصريحات التي يطلقها الآن غانتس وأيزنكوت وحتى جالانت وحتى نتنياهو باسم الحرب، انظري غدا الأحد، بعد غد الأحد هناك اجتماع في أوروبا بين رئيس الموساد ديفيد مرنياع ورئيس المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري أيضا الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل. إذا نتحدث عن لقاء مهم جدا، لقاء تاريخي سوف يصنع صفقة تبادل أسرى قريبة في الأيام القادمة. أنا بتقديري سوف تفضي هذه الصفقة في النهاية إلى وقف إطلاق النار، ولن تقوم إسرائيل بإطلاق نار مع بداية أول صفقة، لأن صفقة تبادل أسرى سوف تكون على مراحل وكل مرحلة فيها وقف إطلاق النار لمدة شهر حتى تنتهي كل الأسرى الإسرائيليين يعودوا أحياء ممن تبقوا أحياء إلى تل أبيب مقابل وقف إطلاق النار في نهاية هذه المفاوضات. طيب، ولكن هنا أيضا دكتور علي، صحيح أنا ذكرت أن الكلمة الآن للميدان للمقاومة، صحيح أن المقاومة بحسب ما نراه بحسب المحللين هي تبلي بلاء جيدا حتى الآن في غزة، وذلك بكل الفيديوهات التي توثقها وتبثها بشكل يومي، ولكن دكتور علي هل بتقديرك هناك بعض العواصم العالمية التي تخشى انتصار حماس في المعركة؟
يعني أنا اسمحي لي بتقديري أنه العملية ليست بهذه الحسابات، انتصار أو خسارة، غزة تم تدميرها وهناك 27 ألف شهيد من أبناء شعبنا، منهم 15 ألف شهيد من الأطفال. لا نتحدث عن انتصارات هنا على الأرض، ولكن نتحدث عن القضية الفلسطينية. هناك شعب على مدى 75 عام يعاني من الاحتلال ويعاني من الاستيطان، وبالتالي القضية لهذا أنا سألت حضرتك، لأنه انتصار حماس سيفرض معادلات جديدة فيما يخص القضية الفلسطينية. يعني أنا بتقديري الآن لا منتصر في الحرب، لا أريد أن أتحدث عن انتصار، ولكن أريد أن أؤكد بأن هناك ثوابت وطنية ربما ترسخها حماس في المجتمع الدولي وفي الشرق الأوسط. حماس تسعى منذ البداية إلى أولا، أهم نقطة في ذلك هو إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة. الجميع كان لا يهتم ولا ويهمش ويتجاهل الشعب الفلسطيني ويتجاهل حقوق السياسية للشعب الفلسطيني. ماذا تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما زار بيت لحم؟ قال إن الدولة الفلسطينية بعيدة المنال، يعني سلام سلمك حدا يفكر فيها. الآن أنا تفسيري لكلمة بعيدة المنال، وأنا ترجمتها وكتبت مقال في صحيفة يدعوها تحررات، قلت بأنها مستحيلة. يعني بايدن يقول بأن إقامة الدولة الفلسطينية مستحيلة، اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد 7 أكتوبر يقر بأن أفضل الحلول the best resolution is two states، يعني أفضل الحلول هو حل الدولتين. إذا حتى بايدن عاد وراجع حساباته كلها بعد 7 أكتوبر. ما مدى واقعية حل الدولتين التي تطرحه الولايات المتحدة وباقي الدول العربية في ظل أن لفلسطين، لا أريد أن أقول شريك، ولكن عدو يرفض السلام ويرفض قيام دولة فلسطينية مستقلة؟ نعم أشكرك، هذه النقطة المركزية. كيف يمكن تطبيق حل الدولتين في الوقت الذي نواجه فيه بنيامين نتنياهو واليمين واليمين المتطرف، حتى كافة الأحزاب الإسرائيلية لا توجد على الأجندة لها أو على أجندتها السياسية حل الدولتين أو قيام دولة فلسطينية مستقلة؟ ولكن اسمحي لي، أنا بتقديري عندما يعود الرئيس الأمريكي جو بايدن ويطرح حل الدولتين، هو يعلم جيدا بأن إسرائيل أصبحت على المحك كما قال وكما تحدث، وقال بأنه سوف يوفر حماية لدولة إسرائيل والشعب اليهودي والدولة اليهودية، ويعلم جيدا بأن حل الدولتين هو يحمي إسرائيل بذلك. مرة ثانية، هناك أصوات في إسرائيل تقول لا لدولة فلسطينية، ولكن أنا أعدك بأن خسائر إسرائيل والثمن الذي دفعته منذ 7 أكتوبر سوف يجعلها تجلس على طاولة المفاوضات وتوقع اتفاق سلام بضمانات أمريكية ودولية. نعم الدولة الفلسطينية لن تكون غدا، وعندما يتم طرح حل الدولتين ليس المقصود في بكرة نفتح الباب وهي دولة فلسطينية، لا، هناك مفاوضات، ولكن إسرائيل سوف تغير كل أفكارها وكل المفاهيم التي كانت لديها بمشاريعها الكبرى، ضم الضفة الغربية وضم مناطق سي، نعم، والتقسيم المسجد الأقصى المبارك وما إلى ذلك. جاءت 7 أكتوبر لتضع حد لكل هذه المفاهيم والأفكار التي كانت موجودة في داخل إسرائيل. حتى رئيس الحكومة الإسرائيلية القادم بعد الانتخابات، لأن إسرائيل الآن بدأت فيها الحملة الانتخابية وهناك خارطة سياسية جديدة في إسرائيل، سوف تقر وتعترف بدولة فلسطينية مستقلة وسوف تجلس على طاولة المفاوضات، لأن 7 أكتوبر هو نقطة تحول في تاريخ إسرائيل وفي المجتمع الإسرائيلي وفي النظام السياسي الفلسطيني. كل شكر لك دكتور علي الأعور، أستاذ النزاعات الإقليمية والدولية، كنت معنا من القدس المحتلة. شكرا جزيلا لحضرتك.